في مطلع القرن العشرين، بينما كان العالم العلمي غارقاً في فرضيات قديمة عن استقرار القارات، خرج رجل ألماني لم يكن جيولوجياً بالمهنة ليهز أركان الجغرافيا والجيولوجيا. اسمه ألفريد فاغنر، مستكشف شغوف بالمجهول. البداية كانت بنظرة مختلفة لما تراه أعيننا كل يوم. في عام 1910 كان فاغنر يطالع أطلساً جغرافياً، فلفت نظره تشابه غريب في الخطوط الساحلية بين أمريكا الجنوبية وأفريقيا، وكأن القارتين كانتا يوماً ما قطعتين من أحجية واحدة. تساءل، هل يعقل أنه كانت قارة واحدة في السابق؟ هل يعقل أن تكون القارات قد تحركت؟ هكذا ولدت البذرة الأولى لما سيعرف لاحقاً بنظرية الانجراف القاري. في عام 1912 أعلن فاغنر أمام الأكاديمية الألمانية للعلوم عن نظريته. كانت القارات يوماً ما جزءاً من كتلة أرضية واحدة أسماها بانجيا، ثم بدأت تتشقق وتنجرف مبتعدة ببطء شديد عبر ملايين السنين. قدم دلائل جغرافية وأحفورية وجيولوجية قوية، فمثلاً وجد تطابقاً في طبقات الصخور وأحاثير نفس الأنواع النباتية والحيوانية على سواحل أمريكا الجنوبية وأفريقيا، رغم آلاف الكيلومترات الفاصلة بينهما اليوم. لكن العالم العلمي سخر منه، اتهموه بالخيال المريض. رفضت نظريته لعقود، ليس لأنها كانت تفتقر للأدلة، بل لأنها تحدت التصورات الراسخة. عاش فاغنر منبوذاً من الأوساط العلمية الكبرى، لكنه لم يتراجع. استمر في بحوثه وسافر إلى غرينلاند في بعثات علمية قاسية لدراسة الغلاف الجوي والتجنب، وهناك توفي عام 1930 وسط عاصفة ثلجية دون أن يرى العالم يعترف بصحة نظريته. في خمسينيات القرن العشرين، وبعد تطوير علوم قياس قاع المحيطات واكتشاف ظاهرة تمدد قاع البحر، عاد العلماء إلى أفكار فاغنر ليكتشفوا أن الرجل الذي سخر منه لعقود كان محقاً تماماً. ولدت نظرية الصفائح التكتونية كنتيجة لتطوير فكرته، وصارت حجر الزاوية في فهمنا لكوكب الأرض، من الزلازل إلى البراكين إلى تشكل الجبال. فاغنر لم يكن جيولوجياً، ولم تكن لديه خرائط الأقمار الصناعية، بل امتلك سلاحاً أقوى، فضول لا يشبع، وشجاعة عقلية في مواجهة السائد. المنبوذ كان على حق، فاغنر فكر خارج القارة فحرك القارات. ولعل أعظم دروسه أن تكون على حق قبل أوانك قد يكلفك كثيراً، لكنك في النهاية تحرك التاريخ. ما هي القارات التي تنتظر أن تحركوها بفضولكم؟ شاركونا أفكاركم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتصلكم المزيد من القصص الملهمة.